بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم ما بعد، welcome brothers and sisters to Al-Hidayah weekly program قراءات. Every week we have new guests. Today, alhamdulillah, we have our beloved guest, Imam Wahib. I think we know him because he was last year in Ramadan in our masjid. He used to lead Taraweeh in our masjid as well. Then after that, inshallah, we have Abdullah Madando, one of the students, Al-Hidayah students. Then inshallah, we have other guests, inshallah, from Jeddah, Sheikh Abdul Hafiz. Inshallah, we come to him, inshallah, later. I request Sheikh Wahib, please, if you can introduce yourself. تعرفنا بنفسك. إن شاء الله. أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ومرحبا بكم جميعا، والحمد لله الذي جمعنا على القرآن، وأسأل الله عز وجل يبارك لنا في هذا المجلس المبارك. أنا معكم وهيب صالح الشيخ، إمام وفي مسجد الريحان في جدة، وسأتلو عليكم بإذن الله آيات من الذكر الحكيم لمدة 7 دقائق إلى 10. الأمر إليك. نعم. طيب، ما نقرأ بإذن الله، نفتتح من سورة الأعراف. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خاصة يوم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله،
قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كاذبين قالوا ادخلوا في أمم قد خلت من قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي الظالمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لقد جاءت رسلنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل يبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب
وعن الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء بالنار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغناكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوفكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. طيب الله أنفاسك. الله يزيدك. رجعتنا يا رمضان يا شيخ. He reminded us. الله يزيدك. سبحان الله. Miss their days. Allah is the May Allah give us tawfiq to go back again to Taraweeh and we can like this tilawat inshallah bi idhnillah azza wa jalla. Katab Allah ajrak ya Sheikh. Nafa Allahu bik. Allah yaktub ajrak. Akramakallah. Nasta'dhinak wa nadhhab li tullab talib Abdullah Madanda. We go to now our madrasa students Abdullah Madanda. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Yeah, so your name is عبد الله. Full name? عبد الله مدندو. How old are you, عبد الله? I'm 9 years old. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. And you start now to do memorize Quran in al-Hidayah, isn't it? نعم. ما شاء الله تبارك الله. So you can start. بسم الله توكل على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع فلا قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر فللإنسان على نفسه بصيرة
ولو ألقى معاذيره لا تحرق به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناذرة إلى ربها ناذرة وهجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهلي يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى بلى ما شاء الله تبارك الله فتح الله عليك أكرمك الله عبد الله your recitation is very nice and voice as well very nice may Allah bless you say amin please everyone make dua to Abdullah inshallah we want Abdullah to be hafiz Quran inshallah and inshallah future he'll be imam as well at al-hidayah isn't it inshallah inshallah barakallahu fik jazakallahu khair Abdullah for your joining today inshallah we see you next time as well we go to now Sheikh Abdul Hafiz Sheikh Abdul Hafiz assalamu alaikum ممكن تفتح المايك من عندك لو سمحت ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حيا الله حياكم الله حبيبنا الشيخ ابو اسامه نريد الصوت والصوره ابشر ابشر يا شيخ مساء الله we need sound and the pictures الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله حياك الله يا هلا يا مرحبا يا مرحبا الله يسلمك يبارك فيك كرمك الله تنزل الكاميرا شوي تحت هسه حتى نشوف الوجه كامل طيب انا ارفع نفسي لانه ما عندي هذا استان كذا لكن طيب. طيب حياكم الله الله يكرمك الله يسلمك كيف حالك شيخ عساكم طيبين كل عام وانتم بخير وانت طيب رمضان مبارك ان شاء الله علينا وعليكم يا رب عبد الحفيظ هيز از ون ماي فريند وي واز توجذر اند وي ليرن توجذر از ويل الحمد لله لونج تايم اجو he's his name is Abdul Hafiz Najibullah Ruzi he's imam masjid al imam abi hanifa he's originally from afghanistan mashallah tabarakallah he live now in jeddah of course he's hafiz quran and mashallah tabarakallah may allah bless him his very nice voice we waiting for his tilawah tafaddal ya sheikh Abdul Hafiz الله يجزاكم الله جزاك خير يا شيخ ابو سامر اكرمك الله وصلى الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم جميعا الصيام والقيام وصالح القول والعمل امين وان يجمعنا في جنات النعيم كما جمعنا على كتابه الكريم انه ولي كريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج
نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته
والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله أكبر، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، طيب الله أنفاسك، أسأل الله يجعل ذلك في ميزان الحسنات. آمين. أبو إياكم شيخ، أنتم الله يجزاكم خير، ما شاء الله أعطيتمونا مثل هذه الفرصة شيخ، شيخ أبو سام الله يجزاك خير يا شيخ، أكرمك الله، طيرتنا صراحة، طيرتنا بالجو يا شيخ، ما شاء الله، الله يجزاك خير، أكرمك الله، الله يفتح عليك يبارك فيك، الله يبارك فيكم ويكتب أجركم ويجعل ذلك من الحسنات يا شيخ. آمين. ولا نزكيكم على الله ونشهد الله على أنكم من أهل القرآن من محبين كتاب الله سبحانه. جزاك الله خير. مثل هذا الزمن والله هذا يعني فضل عظيم والله من الله سبحانه وتعالى على العبد أن يشغله بالقرآن وبأهل القرآن. أكرمك الله. الله أكرمك الله. هذا من حسن ظنكم، هذا من حسن ظنكم يا شيخ. I request إمام الشيخ عبد الحفيظ please last minute. We are now Friday and the Friday the last time. One of the times that Allah accepted the dua, inshallah, bidin azza wa jal, and today as well, we are fasting. So please, Sheikh Abdul Hafiz, ممكن تدعو لنا تدعو عندك دقيقتين لثلاث دقائق إلى أربع دقائق. على خير إن شاء الله. الله يكرمك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد. وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. لك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا على ما أنعمت به علينا كثيرا. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد كما نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى ولا تجعلنا سببا لمن ضل وغوى. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا وأنت خير الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم أصلح أعمالنا وقلوبنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم كما بلغتنا شهر رمضان وأعنتنا فيه على الصيام والقيام ونسألك يا إلهنا أن تتفضل علينا بالقبول وأن تجعلنا من عتقائك من النار وأن تكرمنا بمغفرتك ورضوانك وعفوك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم في هذه الليلة المباركة
نسألك يا إلهنا أن تفرج عنا وعن المسلمين ما ألم بنا من البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا هذا البلاء والوباء، واكشف عنا الغمة، وفرج عنا يا إلهنا يا كريم. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Amin Rabb. Jazakallah khair ya Sheikh. Sallallahu alayhi wa sallam. We want to continue until Adhan Maghrib. نرغب انك تكمل الى اذان المغرب. ما شاء الله تبارك الله على هذا الدعاء الجميل. اسال الله يتقبل، اسال الله القبول، اسال الله القبول، اسال الله القبول. جزاكم الله خيرا واياكم ان شاء الله. الله يجزاكم خيرا يا اسامه. الصراحه جزاك الله خير انك اعطيتنا من وقتك الثمين. الله يجزاك خير ابد والله شيخ. الله يجزاكم خير انتم الذين يعني اعطيتونا الفرصه هذه المباركه والطيبه. والله الله يحفظك ويبارك فيك. الله يجزاك خير. الله يكرم اجركم يا شيخ ابو اسامه. أكرمك الله شيخ. حبيبك الله شيخ. بارك الله فيك. أستاذنك يا شيخ. جزاكم الله خير. أكرمك الله شيخ. Brothers and sisters, جزاكم الله خيرا for joining today. الحمد لله. It was very nice night or very nice day. الحمد لله. We left few minutes for the Maghrib. We request to make dua and send salam and salat to our Prophet صلى الله عليه وسلم. This is the Sunnah of Fridays, which to send Prophet salat. اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله. جزاكم الله خيرا all. بارك الله فيكم. إن شاء الله next week Friday 7:30 we see you again إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.